أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمة الله عليه الاحتياط في الفتوى فتوى ذا إن قفك وكحي ذا ريستو وكفر صدو ونكود دك دقين إيا ومن عدابا كان أها يفتي من الصحابة الصحابة النبي رضي الله تعالى عنهم يا فتوى جري أخرج ابن عبد البر في الجامعة عن عبد الرحمن بن ليلى قال وحيري أدركت وحن سوق 20 و100 وقولي لباتا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه بير الراوي وحن أملين إنه ابن أبي ليلى في المسجد وقولي لباتا إنه صحابة النبي المساجد كسوق قاري فما كان منهم أهن محدث مذهد لا وبيان محاضرة جديدة إلا ود وحج على أن أخاه ولكي قد كفاه الحديث إن هذا الك يبيانك ولكي كقاضو ولا مفتن مجر بقولي الله باتنك كم ذاها إلا ود وحج على أن أخاه ولكي كفاه الفتيا إن ولكي فتوى ذكد القاضو يعني فتوى ذا أي كحي ذاري سنجرين كفير سنجرين نبو حج على أنك كلاين فتوى ذا وأخرج ابن سعد عن عبد الرحمن نحوه وزاد من الأنصار أي هايين بقولي الله باتن كبا وأخرج ابن عبد البر في جامع العلم عن المسعود رضي الله تعالى عنه قال حير من أفتى الناس في كل ما يستفتونه وحكستو الويديو نكي كجواب فهو مجنون واني وارن كاس وهي علم جنن كوباي مجرو وهكذا اخرجناه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود نحوه ورجالهم موثقون كما قال الهيثمي واخرج ابن عبد البر في جامع العلم عن حذيفة قال وحير انما يفتي الناس احد ثلاثة صدحن مد أم بفتوى من صدح ذا كم ذا رجل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه من ناسخه منسوخه قرن أو عالم أما وأمير من بقره لا يجد بدا أن فرصة وكقبح صد فتوى ذا هاي سنين وهي أصل كإسلام ك قفك بقر كي هي أسجعي تهينو إمام نقض أسجعي تهينو فتوى ذا يعني أصو فري صدق كي أقول جواب سيد النبي وكر عليه السلام النبي قال سجع أميرها سجع بقرها سجع مفتيها سجع إمامها مرك أصل أهم فتوى وحي كوا جبتني كبقر كودن كهيس وأمير لا يجد بدا إيا وأحمق أحمق سو متكلف واسك دون دونيا مرك صدح ذا نين أم بفتوى ذا أما وعالم أما وأمير بقرها ما وأحمق ملك الحورين جل أحد التابعين ولي أحد التابعين كان يقول أنا ننكا هورا نميه عالم كاها بقر نميه وننكا لباد ميه كصدحات إنا نقضنا مدوني كصدحات وأيو أحمق كاس أنا ما انتبضا وأخرج ابن عبد البر في جامع العلم عن ابن سيرين قال وحيري قال عمر أيير لأبي مسعود بكير البدري رضي الله تعالى عنه ألم أنبأ ميان لإيشيغن أنك تفتي الناس تدك إناد أفت واتو سو لإيما الشيغن واركاسمون إيسو قارين واللي حارها لب كذا وحاد أوليب تا فتوضن لب كذا من عد أوليب تولى قارها معان كذي عني مركوا مهما أن أي تهينا معنى هذا أرن هي أحوال هذي الدعوة تلو عدي معان كذا عبت قرار كذا نحكى تلسو مركت محوك وضع فتوى أصلهان هي حلك الدين تنك بقر كي سارن تاي سيد النبي قبل أسرنا عليه السلام مركت نك فتوانا مفتي عام هذا النقطة هي بالشوين تأو فتوانا وإنه أمير كسي عيمه marka xugu leeyahay mar haday fatwada ninkii boqorka ha ku waajibtay de boqorkina asaga wadanka iska xukumaa macaankiisa iska haysta fatwada dibka ka dhalanaya dambiga ka dhalanaya asaga u daa
مركا إمام الذهبي عليه رحمة الله سير كمركو ترجمة السحابة كان سوق هذا مسعود البدري وحير يدل على أن مذهب عمر يمنع الإمام من أفتى إلا بلا إذن إنه أمامك أدي ذنك فتوى بلا إذن. وزاد في رواية أخرى ولست بأمير أمير نمتي ذي محل فتوى نهيسا إذنك ما هي ستت. وأخرج ابن عبد البر في جامع العلم عن ابن المنهال عن أبي المنهال قال سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما عن الصرف صرف كلا عقها لسكو صرف يان وحكوي ديي لبدا السحابي فجعل كلما سألت أحدهما قال سل الآخر قال كميد ويديي بكي كلالها ككلا ويدي فإنه خير مني وأعلم مني. وذكر الحديث في الصرف وأخرج ابن عساكر عن أبي حسين قال وحير إن أحدهم لا يفتي في المسألة ما أنت نمبا فتوان هي مسألة بك فتوان ولو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر مسألة بما أنت سيدب يرنك سيسك فتوان هدي عمر لويدين لها ويني أي قبتا أوجد أهل البدر بوجمع لها كذا في الكنز. وأخرجنا من سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل من كان يفتي الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تارة وحكتو سيسا فتوضوا وحوين قل كالذي هذا هاي سدا يا سدا ويان يعني وحكت أنت إلهي يا نبي قيسى سدا قبا يعني إلهي بعد أفكي سكوها الله يسا مركا وائن أد مركا احتياط وحاد هبطأ علمي هاي نتكو هذا الشؤ. قال وحير وخرج ابن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل من كان يفتي الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي يافت ونجري فقال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ما أعلم غيرهما. وعنده أيضا عن القاسم بن محمد قال كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنده أيضا عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن دينار عن أبيه قال وحير كان عبد الرحمن بن عوف ممن يفتي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم محيكو فتوانجرين وحي النبي كمغلين. وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن دينار الأسلمي عن أبيه مثله كما في المنتخب. وأخرج ابن سعد عن أبي عطية المهدي قال وحير كنت جالسا عند عبد الله بن مسعود فأتاه رجل فسأله حويدي عن مسألة فقال ابن مسعود هل سألت عنها أحدا غيري قال إنك حير نعم سألت أبا موسى بن ويدي وأخبره إنك وحوش ابن مسعود بقوله هذا الكيسي فخالفه عبد الله عبد الله بن مسعود بوحو خلاف فتوى ذي أبو موسى الأشعري ثم قام سائلك بأسك كعي فقال قلك سائلك كعي بأشيغي أبو موسى الأشعري فتوى ذي بن مسعود فقال أبو موسى الأشعري محيري لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم عالم كان انتو ذن رحجوا ابن مسعود أني وحبها إيوي ديننا. وعنده أيضا عن أبي عمرو الشيباني قال أبو موسى الأشعري لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم يعني العالم يعني ابن مسعود. وأخرجه أبو النعيم في الحلية عن أبي عطية وعامر عن أبي موسى قوله نحوه اكتبوا حيكو تسوي صلى الله الرموت هذه علمي كان مسألة دي هايسو وضهبتو ننك لنا لقرى فتوديسة صداء هيد أد أكتهينا ننك لكرى فتوديسة إنينا وفقصنا العلم كان هايستو صداء ابن مسعودو خلافة وموسى الأشعري وضو خلافة كرتا تكلاو حيكو توسي صحابة النبي رضي الله تعالى عنهم نيدوناقي كوالجوغين
kolkii abu muusa ashcari uu arkay ibnu mascuud inuu khilaafay kana xoog badan yahay wuxuu yidhi aniga waxba ay weydiin ninka kale weydiiya marka haddii lagu khilaafo adigana ra'yigaaga matina ama fatwadaadii inaad xasaasiyad ka qaada ma aha واخرج ابن سعد عن سهل بن ابي حثمه قال الحري كان الذين يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه نفر من المهاجرين وثلاثه من الانصار عمر وعثمان وعلي وابي بن كعب يوم معاذ بن جبل وزيد بن ثابت لحلاسه فتوى جرتي وعنده أيضا عن مسروق قال فيه كان أصحاب الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وابن مسعود وزيد وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وأخرجنا ابن سعد عن قبيصة بن الذؤي بن حلحلة قال فيه كان زيد بن ثابت مترئسا أسقى مضحكاها بالمدينة بمضحكاها في القضاء أسقى حكم كمحكمة دهيستي iyo wal fatwa fatwada iyo wal qiraa'ati macallinimadka iyo wal faraa'idi dhaxalka fi ahdi umara wa uthmana wa ali fi maqamihi gurigiisuna shaqadaasoo dhan ku haya biro muuna tagi jirin bil madina wa bacda dalika afarta khulafada kadibna khamsa siniina shan sano hayay shantaa sana waa waqtiga xiina waliya mucaawiyatu sanata arbaciin فكان ساس زيدها شقضا ننكيها كذلك أيضا حتى توفي زيد سنة 45 وأخرج ابن سعد عن عطاء بن يسار أن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما كان يدعوان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي يرجرين فيشير مع أهل بدر ريب بدر وحي كتل ينبو كلتل انجرين وكان وحواء بن عباس يفتي في عهد عمر وعثمان إلى يوم مات إلى مالك ودنتي وأخرج ابن سعد عن زياد بن ميناء قال كان ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعبد الرحمن وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله ورافع بن خديج وسلمة بن الأكوع وأبو واقد الليثي يو عبد الله بن بحينة مع أشباه يقوديبا يكو يغو كلا اهم لهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دغودي صحابه النبي اها وحا ان سو اخرين لو دني يفتون بالمدينه مقاله المدينه كفتون جيرين ويحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا وكورم جيرين حد ما شقدا قبتان من لد توفي عثمان الى ان توفوا عثمان دمشديسي إلى أي كردنتين شقادة سيهيين والذين سارت إليهم الفتوى منهم رقي مركز دم فتوى دي سيقبية شبتي ابن عباس بوها وابن عمر وابو سعيد الخدري وابو هريرة وجابر بن عبد الله أي هاين وآخرجنا ابن سعد عن القاسم من كان قاسم محمد باردلي محمدنا أبو بكر بصير للصديق مركع عاش محيو هيد محمد بن أبو بكر بعد ذلك ملك عاشم حيوه هيد وأخرجنا من سعد عن القاسم قال حير كانت عائشة رضي الله تعالى عنها عاشم حيوه قد استقلت قوني بي لنقط في الفتوى فتوى ذي بي قوني لنقط كل قد بفتوى جرتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وهلم جر إلى أن ماتت يرحمها الله يعني كل جد بنجا كفت ونجر سولي وقت جلس وكنتم وحنا هبي رقاسم كاسم ملازما لها إددب لجوج جري مع برها به يعني مع برها سما مع برها به سما برها بيبا ها مع برها بي مع برها بي يعني وإيسا من فلجرتك مالك تاوحي كتو سيسا دادك يا فتوان جري دادك فتوة ده هاي مينا بضنين داد آد ويربي أهايين كل وحي كتو سينا فتوة ده وادادك مالك سينا عام كاو فتوان جري اللقو أغا وإلا السحابة ده ننكستاي إمام بوها سيدا سو سعوتا وأخرج أحمد عن أبي ذر قال الحر لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
نبي محمد عليه السلام وحون نقدنتي ونقتقي وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. يعني وحكست النبي محمد علمي سنة براي إلى شمبركا لبدا كدو ليباد عركة جوغ علمي سنة الشيقي. قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم خير إيا الشر أورد النبي عدي عليه السلام جنة وحكو دويني نار وحكا فقين با. ورجال طبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة وفي إسناد أحمد من لم يسمى انتهى. وأخرجه الطبراني عن أبي الدرداء مثل حديث أبي الدرداء عند أحمد قال الهيثمي ورجاله رجال صحيح انتهى. وأخرجنا ابن سعد عن أبي الدرداء مثله. وأخرج أحمد عن عمرو بن العاص قال وحير عقلت حان حفظي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مثل كن مثل ذود أما كن مهما هو نبيك حفظ عليه السلام مركوا مسائل يعني مع أن عمرو بن العاص من هرب سوى إسلام تذكبري جدا بإسلامي بوها لكن هذا علم جانت لك بك قاتل. قال الهيثمي وإسناده حسن. وأخرج البغوي وابن عساكر وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرت الحديث بشكت وفي حديث كما حكم ذها فما اختلفوا في نقطة صحابة مين اسكو خلاف مسألة إلا طار أبي أبهي ودور جري بفنائها مسألة دار ديادة إيا وفصلها حد كذبا مسألة دي لسوق ابتا أبهي وحاتر الدار دا مسألة داس إيا حدود ديادة وكد دور جري إنو حكا ديانتهي مسألة داسا كهل جري صحابة محاسكو قبتين قالوا أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال كيلو آسا فما وجدنا عند أحد من ذلك علما وحكى الجواب اللوابي سؤاشات. فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يقبض إلا دفن تحت مضجعه الذي مات فيه. ساسا نبي كم قال عليه السلام نبي مجر الرنتا إلا دفن وحلو آسا تحت مضجعه هل كأورنا عقوها يهوستو يدن باللوقضاء. قالت واختلفوا في ميراثي هذا نوح حال اسكوق ابتدى حالك النبي فما وجدوا عند أحد من ذلك علما. فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن معشر الأنبياء لا نورث لا نمرد حال أنك دان أنبياء النهي ما تركنا صدقة وحنكتك نوا صدق كذا في منتخب الكنز. مركز عمر أبو بكر كان أعلم الصحابة بالإطلاق نك علمي وهاي ننهي مجرين السجنة أوجي سنة أوج علم بدنا عليه رحمة ربي. وأخرج الطبراني عن أبي وائل قال قال عبد الله لو أن علم عمر وضع في كفة الميزان عمر هدي ميزان لدرجة علم جيسا ووضع علم أهل الأرض في كفة ونأو بكر كجرين لرجح علمه بعلمهم. مركب حتى أنا قياسي كرتا علمي عمر رضي الله تعالى عنه. قال وكيع قال الأعمش بايري فأنكرت ذلك حديث كاسان انكري فأتيت إبراهيم إبراهيم النخع بنت تابعيها فذكرته له علمي كاسان الشيخ يعني علمي أمد أوردن يا عمر علمي سسوي علمي وقبضان كرا يعني. فقال وحيري وما أنكرت من ذلك وارنت أمحاتك إنكرتي فوالله لقد قال عبد الله ابن مسعود وحيري أفضل من ذلك انت إنكبدا وانك نحيري هذه علمك عمر يا علمك أمدا علمك عمر باكبدا وحكدرا بويري وحيري قال إني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمر علمك مركي طبال ميلا الله قيبية مالك عمر انت مسار راضي سقال ميلا الله راضي ذهب يوم ذهب عمر. قال الهيثمي ورواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا رجال الصحيح غير أسد بن غير أسد بن موسى وهو ثقة انتهى. وأخرج ابن سعد نحوه. وأخرج الطبراني في حديث طويل وفي وفاة عمر عن عبد الله يعني ابن مسعود قال وحيري إن عمر كان أعلمنا بالله وأقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين الله عمر انتبهوا نقوه الرئي
كذا في مجمع الزوائد. وأخرج لابن سعد عن حذيفة قال الحيري لك أن علم الناس علم قددك أردن وحد موذيسي كان إنوها مدسوسا كيكو آسا في حجر مع عمر. يعني قد عمر منها ليه هاي علمك أمد ودن إنو كؤاس نبد موذيسي. وعنده أيضا عن رجل من أهل المدينة قال الحيري دفعت وحان قاري إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مجلس فردي فإذا الفقهاء عنده مثل السبيان علماء وين الصحابة أكتس محكوا هايين بيري عيال لماذا قد استعلى عليهم وحو يعني كدب ولي وكرافي في فقهه وعلمه. يعني فقهاء الصحابة مركزوا مدين عمر أكتس عيال بين قجر علمي ساوي. وأخرج الطبراني عن أبي إسحاق أن علي لما تزوج فاطمة رضي الله تعالى عنها قال كيف فاطمة الله رسي قالت للنبي زوجتنيه أعيمش عظيم البطن زوجتنيه موحده لستي أعيمش أعمش وحالي لهذا قفك أنت بضن عندها كل محي المهر دل حان تكوير يار المهر كير الدادتو إن أدو حوير يركن مالنكي همينكي مركز زوجتنيه وعيمش عظيم البطن مكاس هذه الاستي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد زوجتكه وإنه لأول أصحاب سلما وحنكور لسي يعني لقد زوجتكه ونكون مهري وإنه علي لأول أصحاب سلما نكي أهري أسوى إسلام أسقوها. طبعا أسقى أبو بكر كسوهر إسلامي أبو بكر كل كلالي أبو بكر بقى أسوهر إسلامي وذلك الدبدأ النبي قال لك سكب حسن عليه السلام واكثرهم علما واعظمهم حلما نكاسن كودسي. قال الهيثمي وهو مرسل صحيح الاسناد واخرج الطبراني واحمد عن معقل بن يسار فذكر الحديث وفيه اما ترضين ان ازوجك اقدم امتي سلما واكثرهم علما واعظمهم حلما. قال الهيثمي وفيه خالد بن طهمان وثقه أبو حاتم وغيره وبقية رجاله الثقات. وأخرجنا ابن سعد عن علي قال حين والله ما نزلت آية مسود دقن آية وعلي إلا وقد علمت فيما نزلت وحيك سود دقتي وأين نزلت وعلى من نزلت إن ربي وهب لي علي حين ربي وحيسي قلبا عقولا قلبي وحقلي ولي إيا ولسانا طلقا عرب توسن أو فصيحة. وعنده أيضا عن يحيى بن سعيد ولذلك علي خطبات كيس إن شاء الله تعاون أركي دونا شيخ حق دمكو كان دونا هذا كعلي إيا هذا كالنبي عليه السلام أد بيسوق يكاين. وعنده أيضا عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قالوا حير كان عمر يتعوذ بالله إلهي وحكم مجن جلجري من معضلة مسلد عن حلك يد الهين مسلد علس وبلا جوابه يا معضلة لي هذا معضلة مركا ومسلد جواب تذا مركا أن لهين كان يتعب من معضلة تنبوك إلهي كم مغان قل جيري جواب أن سؤالا جواب له هينينهم ليس فيها أبو حسن أون علي أجوغ ألا إلهي وهيك نموجي المسلد أون علي أجوغ ويا علي هدو جوغو أساق لكي لجري علمي كذا. وأخرجنا من سعد عن مسروق قال حري عب قال عبد الله ابن مسعود بايري ما أنزل سورة إلا وأنا أعلم فيما نزلت ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل أو المطايا مطايا مركا ودابوين جديدكم لأتيته ونتق لها. وعند ويدا عن مسروق قال حري لقد جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وحن لفرستي صحابة النبي رضي الله تعالى عنهم فوجدتهم وحن أركي كالإيخاذ علم قوض وحوها بيحرين بيحرين ذا ووين وبيشوكله علم قوض نوعاسها بيري فالإيخاذ بيحرين ذا يروي الرجل هل ننوكدر قيا والإيخاذ بيحرين كنا يروي الرجلين والإيخاذ يروي العشرة والإخاذ يروي المئة والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم ويكول فليان انت كدرقان مركز الصحابة أهل الأرض هذا يسوي مادين علم قوذي ويهيين. فوجدت عبد الله بن مسعود من ذلك الإخاذ
ابن مسعود بيحرين هذا سكمدها. وأخرجنا ابن سعد عن زيد بن وهب قال وحير أقبل عبد الله ذات يوم عبد الله بن مال يعني يمت وعمر جالس عمر نوفردي فلما رآه قل عمر أركي بن مسعود وصوص سعد مقبلا قال عمر محيري كنيف ننكس وقد ابن مسعود وقد ملئ فقها قد كاسو لقب وحي محي فقه. وربما قال الأعمش علما. وعن أسد بن وداعة أن عمر ذكر ابن مسعود فقال كنيف ملئ علما آثرت به أهل القادسية. يقول عمر يعني وان إيثاري ابن مسعود بان إيثاري ري قادسية نو إيثاري مركا ما واحد جعشه بلا إيثاري مس واحد نعبتها واحد جعشه مركا. عمر كان يحب العلماء. وأخرج ابن سعد عن أبي البختري قال وحير أتينا عليا أيان أمد فسألناه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال عن أيهم قلنا حدثنا عن عبد الله بن مسعود قال وحير علم القرآن والسنة ثم انتهى قرآن كي يسنه النبي قبرته هل كاسكو جوكسدي وكفى بذلك علما. قال وحير قلنا حدثنا عن أبي موسى قال وحير السبقة كوحا لغو السبكي لغو الرنجيي في العلم سبغة علم با لغو الرنجيي لغو مذبي ثم خرج منه عندنا علم قو كبحي سابع وقبحي بريقد مدى حكم منها سياسة بقلي. قال وحير قلنا حدثنا عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما فقال وحير عمار مؤمن ومؤمن نسيا وحلو بي وإذا ذكر لكن أدي وحل حسوسي أوها المامي ذكر وأنن قبصومي. قالوا حير قلنا حدثنا عن حذيفة قالوا حير أعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمنافقين. قالوا حير قلنا حدثنا عن أبي ذر قالوا حير وعى علما علم بولي ثم عجز في علم جيب كبا جري. قالوا حير قلنا أخبرنا عن سلمان قالوا حير أدرك علم الأول وعلم الآخرة بحر وبد سلمان لا ينزح أن لقارن قعره قنتيسا منا ويان سلمان آل البيت دن آل البيت كنا بقى ناهي وانا قمت وارنت سنة غزوة الأحزاب أيام كوارك دونا إن شاء الله تعالى. قالوا حير قلنا فأخبرنا عن نفسك يا أمير المؤمنين براضي اسكورهن قال إياها أردتم ورمانا ذي الدونتين كنت إذا سألت هذا النبي محمد علمي ويدية أعطيت وإذا سكت هذا النبي كأمسنا أبتديت وليقوا بالله بجري يعني وحكا لغانتا يبانباد علما بس يقول سعودي هذا ويدية هذا ويدية نبا النبي ساسو علمي يقول ذي. وأخرجنا ابن سعد عن المسعود رضي الله تعالى عنهما قالوا حير إن معاذ بن الجبل كان وحوها أمة معلم بوها قانتا لله إلهنا أطيعسا حنيفا بوها كي حقه إيلا ولم يكن من المشركين ساسير بن مسعود. فقلت محير الراوي غلط أبو عبد الرحمن ابن مسعود ما له وقل دمي إنما قال الله تعالى إن إبراهيم إسنا إن معاذ بير ما له وقل دمي إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وإبراهيم ممكن المشركين فأعادها علي حوال كيبا كعلي منها وقال دانتا مركا كيربو يقولون إن معاد هل كن إبراهيم مثلا موذي فأعاد علي فقال إن معاذ بن الجبل كان أمة قانتا لله حنيفا وإبراهيم من المشركين فعرفت وحانوغا ذي أنه ابن مسعود كتعمد الأمر تعمدا إنه أكسيو فسكت. فقال أتدري ما الأمة وما القانت قلت وحنكوري الله أعلم. فقال حراء الأمة الذي يعلم الناس الخير والقانت المطيع لله ولرسوله وكذلك كان معاذ كان وحوها يعلم الناس الخير وكان مطيعا لله ولرسوله. وأخرج ابن سعد عن مسروق قال وحير شاممت وحنباري أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى ستة علم الصحابة النبي يقول لحين يسوق التقي إلى عمر وعلي وعبد الله بن مسعود
إيوا معاد إيوا أبي وأبي إيوا أبي الدرداء إيوا زيد بن الثابت فشاممت هؤلاء الست هذان لحدا سامباري فوجدت علمهم انتهى إلى علي وعبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وأخرجنا ابن سعد عن مسروق قال وحيري قدمت المدينة فسألت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. زيد بن ثابت حوها الراسخين تضبط كس فيسن علمك ميل سرك قاري. وأخرج ابن سعد عن مسروق قال وحيري قال عبد الله ابن مسعود محيري لو أن ابن عباس أدرك أسناننا هدوسو قاري لها وقت قيقي ما عشره منا رجل عشر يعني عشر بك وضع طبعا ميل المركي اللو قيبيو ميل كم إذا قف مون السوق ابن مسعود المتقدم وبره هو الإسلام هجرة النبي الإسلام عليه السلام كهر بدي ما كتبت كل متقدمين تكمل هذا ذلك قدم هذا ابن عباس ندى المير بوها مركب حولي هاي ابن مسعود هدو ابن عباس إسلام لها وقت يجي عشر كيس قفنا مون الجارين. لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عشره منا رجل. وزاد النظر في هذا الحديث النعمة ترجمان القرآن قرآن كالتفسير كيس وحا أقول نعمة بنا أقول في عناء ابن عباس. وأخرجنا ابن سعد عن مجاهد قال وحير كان ابن عباس يسمى البحر بدبل يقاني نانستيسو محبة لغو بحيي من كثرة علمه. وأخرجنا ابن سعد عن ليث بن أبي لي عن ليث بن أبي سليم قال وحير قلت لطاووس لزمت هذا الغلام المهن يربد لازمت يعني ابن عباس وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال طاووس محير إني رأيت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تدارؤوا مركز خلافان في شيء مسألة صاروا إلى قول ابن عباس نكن هذه وهذه المهجرة. وأخرجنا ابن سعد عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص قال حير سمعت أبي يقول ما رأيت أحدا أحضر فهما ما أرقف فهم كيس كحاضر سنة كفهمت بدن ولا ألب لبا أما كعقل بدن ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس. ولقد رأيت عمر المخطاب رضي الله تعالى عنه يدعو أسقى أغيالي للمعضلات معضلات نوام محمد كان سودا فيني ومسيش أن لوهين المحي أدك دي جوابت اللوهين سؤال أسوء ابن عباس لوغو يرجري عمر بان أغو يرجري ثم يقول عمر محورا جري عندك قد جاءتك معضلة ابن عباس ومسلم معضلة كوتمت ثم كذبنا لا يجاوز مدافين عمر قوله ابن عباس قول كيسا يفتوى ديسا وإن حوله عمر يا أكجوغ ومركو سيدا أو ابن عباس لما عملوا لأهل بدر من المهاجرين والأنصار. وأخرجنا ابن سعد عن أبي الزناد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل على ابن عباس عمر باوسو قال ابن عباس يعوده السجل سو زيارا وهو ابن عباس يحمو حمد بهيسي فقال عمر بايري أخل بنا مرضك أخل بنا وحخل خلنا جليي مرضك ابن عباس سبحانه كاغف الله المستعان. وأخرجنا ابن سعد عن طلحة ابن عبيد الله قال حير لقد أعطي ابن عباس فهما يلسيي إيوى لقنا عقلي إيوى علما ما كنت أرى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقدم عليه أحدا. وأخرجنا من سعد أن محمد بن أبي بن كعب قال حير سمعت أبي أباه من كم سمعت أبي بن كعب قال سمعت أبي بن كعب ونابهون يقول وكان عنده ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقام أبي باكعي فقام وحكى عي ابن عباس فقال وحيري هذا يكون حبر هذه الأمة أيون نقون دونا النبي قال صلى الله عليه وسلم أما أقول دعيبة أوتي عقلا ابن عباس عقل بالسي وفهما وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قلنا وأدعي ابن عباس أن يفقهه في الدين.
وأخرجنا ابن سعد عن طاووس قال وحير كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد بسق على الناس. بسق يعني زاد على الناس تدك وحوك الإرادي في العلم علمك كما تبسق سي أغد إرته النخل تمرت جيد كتمرتها السحوق إدار على الودي جيد كتمرته إير على الودي الصغير الصغار جيدها تمرته إمي كصواب بحبحية جيد كتمرته إدار سو جيدها يرير أغد إرية هاي أيو ابن عباس تدك علمي سوتات كودافي قد بسق على الناس في العلم كما تبسق النخل السحوق على الودي الصغار جيدها يرير تمرتها. وأخرج الحاكم عن أبي وائل قال وحيري حججت أنا وصاحب لي وابن عباس على الحج صدح راسي حج كنمد فجعل وحوب الله ابن عباس يقرأ سورة النور ويفسرها فقال صاحبي يا سبحان الله ماذا يخرج من رأس هذا الرجل علم أنك كسب بحدا يعني بدنا لو سمعت هذا هذا مقل له العلم جن نكن ابن عباس الترك لا أسلمت شينو هذا مقل لها وإسلام لها. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وفي رواية أخرى عنده فجعلت أقول قلك يعني بالله ابن عباس تفسيرك ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله لو سمعته فارس والروم لا أسلمت. هذا علم جن ابن عباس مقل لهاين. وأخرجنا من سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحيري دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما فسألني عن مسألة كتب إليه بها يعلى بن أمية من اليمن وأجبته بابن عباس وأن كأجيب فيها سؤالش من كجواب. فقال عمر أشهد أنك تنطق عن بيت النبوة وحنقر يا أنك تنطق إن أتكهد ليس عن بيت النبوة علمي أتكلا صوب بحذي قريق النبي عليه السلام وابن عباس ابن عم النبي عليه السلام إن هبرتين النبي قوقبي. وأخرجنا ابن سعد عن عطاء قال وحير كان الناس يأتون ابن عباس ضدب ابن عباس أقوي من هيي للشعر قبي والناس للأنساب نسبك والناس لأيام العرب تاريختي إيا ووقع دعذو ينكيدي فما منهم من سنف مجر قلق يعني شعر أما أصناف تخصص كاس إلا يقبل عليه وحو سينجر ابن عباس بما شاء علم قدونه قصة نردير نهران سوى دافني. وأخرجنا ابن سعد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال وحير كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد أفقد فات الناس بخصال فات الناس تدك وحو لطافي بخصال صفات محو لطافي بعلم ما يعني بعلم ما سبقه يعني بعلم الذي سبقه علم جيء وكرد عفي إيه وفقهم فقي فيما احتاج إليه من رأيه وفقهم بولد عفي ذاتك فيما شيء احتاج إليه ومن رأيه اجتهاد كيسي وحلم بولد عفي ذاتك وصيب سين أي ولد عفي ونائل إيه كرم وما رأيت أحدا كان أعلم علم بدنا وما رأيت مارك أحدا قف كان أعلم بما سبقه يعني كهري أسقع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وما رأيت أحدا كان أعلم علم بدنا بما سبقه يعني محيسي كهري من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أما حديث كهري أسقع وحق علم بدنا مجرين ولا أعلم بقضايا أبي بكر وعمر وعثمان منه قضياشي هي أحكامت عمر أوريدي أو بكر وحو علم بدنا مجرين ولا أفقه في رأي منه عد أسكى كالرأي وناكسن أيضا مجرين ولا أعلم بالشعر ولا عربية ولا بتفسير القرآن ولا بحساب ولا بفريضة لحلك منه علم قان نكي يقاني مجرون ولا أعلم بما مضى وحي تقي ولا أثقف رأيا أما أقيا يعني علم بدن ثقافة يعني فيما احتاج إليه منه وحسقل كاسق الله بعضه وحنن أغث مثقف سنة مجرين كوحيسق الله بعضه ولقد كان يجلس يوما ما لنبو فريسن جري وما يذكر فيه إلا الفقه
ويوما التأويل تفسيرك ويوما المغازي سيرة ويوما الشعر ويوما أيام العرب رعدوينك وما رأيت عالما قط جلس إليه إلا خضع له نك عالم هرف لسنة وأخش عجري وما رأيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده علما وأخرجنا ابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحيري كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان لازم جري الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه من المهاجرين والأنصار فأسألهم عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سيرة دي إيه وما نزل من القرآن في ذلك غزوات كوحك السودقي وكنت لا آتي أحدا منهم إلا سر بإتياني نن كان أتقى أنا يقول فرح جري لماذا لقربي من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال دوان شيء سودوين فجعلت أسأل أبي بن كعب يوما وكان من الراسخين في العلم عما نزل من القرآن بالمدينة فقالوا حير نزل بها 27 سورة وسائرها قرآن كانت كلنا بمكة وأخرجنا ابن سعد عن عكرمة قال وحي رسالة عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول ابن عباس يقول ابن عباس أعلمنا بما مضى علمي جيتك سجن يقان وأفقهنا فيما نزل وحيالها النوازل علم جن يفتوين كجديد كان كنوجين يقانوها مما لم يأتي به شيء وننسك سجنين قال عكرمة فأخبرت ابن عباس بقوله فقال وحيري إن عنده ابن عباس لا علما ولقد كان وحوها يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلال والحرام وأخرجنا ابن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نظرت إلى ابن عباس أي أكتي ومعه الحلق سقو حلقوين يعني حلقات علمها أي لفرديان ليالي الحج وقت حجك وهو يسأل عن المناسك أحكام حجك لو يدينها فقالت عائشة هو أعلم من بقي بالمناسك وأخرجنا ابن سعد عن يعقوب بن زيد عن أبيه قال حير سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول حين بلغه موت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وصفق بإحدى يديه على الأخرى لابد يقعمود بيسكور دفطي محير مركا مات أعلم الناس وأحلم الناس ولقد أصيب به هذه الأمة أمدا مانتا وحاكور دعي مصيبة لا ترتق مصيبة أين كك عين وأخرجنا ابن سعد عن أبي بكر عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال وحير لما مات ابن عباس قال رافع بن خديج مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب في العلم وأخرجنا ابن سعد عن أبي كلثوم قال لما دفن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن الحنفية اليوم مات رباني هذه الأمة والرباني والعالم الراسخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد.